كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. البقية التكوينية التي تنظمها مؤسسة إبراهيم أدردور للتربية والتنمية ونيابة عن رئيس. تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار استكمال البرنامج التكويني والتأهيلي الذي تنظمه مؤسسة إبراهيم أدردور للتربية والتنمية للمستفيدات والمستفيدين من أجل الاستعداد لمباراة توظيف أطر النظامية للأكاديميات. ففي الدورة الأولى حاولنا تقديم عروض وورشات نظرية، الآن سيتم الشغال على الجانب التطبيقي والمنهجي وأيضا التفاعل مع المستجدات الأخيرة للمباراة من أجل تمكين المترشحات والمترشحين من الأدوات الكفيلة التي تمكنهم من التفوق إن شاء الله تعالى في هذا الاستحقاق. وأيضا هذا الأمر كما قلت يندرج في إطار الأنشطة العلمية والثقافية التي تنظمها مؤسسة إبراهيم أدردور للتربية والتنمية لإفادة بنات وأبناء المنطقة من أجل تأهيلهم لسوق الشغل في مجالات وفي أنشطة يعني مختلفة. نتواجد الآن بثانوية أرجانا في إطار الاستعداد لمباراة توظيف أطر نظامية للأكاديميات والتي تنظم من طرف مؤسسة إبراهيم أدردور للتربية والتنمية. في الحقيقة هي مبادرة جد طيبة من طرف هذه المؤسسة لإعداد وتأهيل أبناء المنطقة لسوق الشغل. هذه المبادرة التي دأبت عليها هذه المؤسسة منذ سنوات تأتي في إطار إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مباراة توظيف الأطر الأكاديمية في مختلف الأسلاك والتخصصات. هذه البادرة امتدت على مدى 4 أيام خلال الدورة السابقة، ونحن اليوم نتواجد لاستكمال هذه الدورة التكوينية من خلال ورشات تطبيقية، 3 ورشات سيستفيد منها كل المترشحين ليكونوا على أتم الاستعداد إن شاء الله للمباراة الكتاب في شقها الكتابي، ثم ستأتي مبادرة أخرى للإعداد للشق الشفوي بالنسبة للذين سيتوفقون في الشق الكتابي. نرجو من الله التوفيق في هذه المهمة، وكل الشكر والتقدير لهذه المؤسسة الرائدة على صعيد المنطقة والتي لا تأبى إلا أن تساهم بشكل فعال في تأهيل أبناء هذه المنطقة لسوق الشغل. وكل الشكر لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه الدورة التكوينية من مجلس تمنار والسلطات المحلية، الصحافة المحلية، وأيضا وزارة التربية الوطنية من خلال مديرية التربية والتكوين للصويرة التي أيضا ساهمت، وكل من ساهم في هذه الدورة لإنجاحها. ونرجو من الله التوفيق والسلام عليكم. طبيعة الحال أنا من بين المستفيدين في التكوين اللي ضمت مؤسسة إبراهيم أدردور للتنمية والتربية اللي كيوفر جميع بطبيعة الحال جميع الحاجيات لجميع المهتمين بالمجال، يعني المستعدين أنهم يجتازوا مباراة التوظيف إن شاء الله. وكذلك أنا من بين طبيعة الحال من بين المستفيدين، يعني لا ننكر أنه وفر لنا من مجموعة من الأشياء التي نشكره على ذلك، من دورات تكوينية اللي استفدنا منها في الأيام الأولى، وكذلك هذه تتمة لتلك الأيام اللي استفدنا منهم. هذه كتهتم بكيفية التعامل مع الامتحان بطبيعة الحال امتحان QCM، وكذلك بعد الخطوات اللي كتحط بهم الامتحانات من ناحية الديداكتيكية وكذلك ناحية البيداغوجية. وكنت من الله عز وجل أن يوفق الجميع ويوفق جميع المستفيدين من هذا التكوين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنوجه الشكر الجزيل لمؤسسة إبراهيم أدردور اللي شرفت لنا على هذا التكوين هذا، باش أنها يعني تعطينا مجموعة ديال المعلومات على الاستعداد
لمباراة توظيف أطر الأكاديمية، وكنوجه الشكر أيضا للمجلس الجماعي والبلدي التمانار، وأيضا كنشكر المديرية الإقليمية. هاد المجالس كلهم كل واحد كنشكروه بالاسم ديالو، لأنهم عطاونا يعني واحد الفرصة أننا نكتسبوا مجموعة من المعلومات ومجموعة المهارات باش أننا نستفدوها ونوظفوها في المباراة ديال توظيف أطر الأكاديمية، سواء أولا الشرح ديال التوصيف، سواء في علوم التربية أو في التخصص أو في يعني المتبقيات الأخرين، وحتى بالنسبة لي يعني كيفاش أننا كنجاوبوا على الأسئلة ديال متعدد كوسيئم وتقنية التعامل مع الامتحان والاختبارات الشفاهية. وهاد الدورة هادي استفدوا منها مجموعة ديال المدرسين، سواء أطر الدعم التربوي، أطر الدعم الاجتماعي، أطر الدعم الاقتصادي، والأساتذة أيضا، وكنشكرهم جزيلا جزيلا، لأننا فعلا كنا في واحد الحاجة ماسة لهاد الدورات التكوينية باش أننا يعني تكون عندنا ارتسامات أولية حول هذه المباراة. وكنشكر أيضا المنبر الصحفي اللي كيقوم بمجموعة من المجهودات ديالو باش أنه يغطي لنا هاد التظاهرة هذه.